من شموخ الجنوب ومن صفاه هواه بان وجه الحضارة والقديم الأصيل ساعة للتراث وللشعر والرواه جودها بالسحاب وعزها في المخيل تجذب القلب شوق وتستفز الهواه. نرحبكم في برنامج ساعة من الجنوب. اليوم يسعدنا ويشرفنا أن ننقل حلقة من برنامج ساعة من الجنوب من هذه المحافظة العزيزة علينا من هذا الوطن الشامخ عن أهل شرورة، عادات أهل شرورة، تقاليدهم. ننقل صورة حسنة بإذن الله عن هذه المنطقة ومن يسكن هذه المنطقة. ومرحبا بمشايخ شرورة وأعيانها وشعارها و رجال أعمالها. يقول بول حم كساب الجميل إذا نوايف فتح لي بابا ننفق على العز من كثر ولا قليل ومحنة الوقت ما ندرابا. بلادي منار العلم والنور والهدى وهي لحمى الإسلام حصن ومنبع. محافظة شرورة جزء لا يتجزأ من المملكة الله يعزها الذي هي من حدود الشمال للجنوب وطن واحد للجميع. ومثل ما قال احنا كلنا قبيلة واحدة من تبوك لما الوداعة. وتسعى بهلاحت بروق النصر من قاعدة الاطلاق سرت سابقات الصوت للنصر طلابه علشان شعب يذبحونه ودمه راقنا. نحمد الله ونشكره تحت القيادة الحكيمة قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. تحت راية بن سعود الله أكبر. يا بلاد يا بلاد ما عشقتي غير راية بن سعود. أوصي الأخوة الكرام الموجودين والمشاهدين أولا أننا نكون نلتف بولاة الأمر ونكون جميعا معهم والالتفاف حولهم. حنا هل العوجة إلى ثار دخان لطامة العايل بسيف محنة وتعبت من رجال الأعمال ومن رجال المشايخ والعيال وصارت الحمد لله مدينة تأكل أصحى من المملكة. يا المملكة بالروح والدم نفداك ومن دون حدك بنوقف طوابير في ظل سلمان الحزم يخسو أعداك ومحمد اللي بشر الشعب بالخير. نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. والله يا أخي تعرف الناس طول العمر لما يجتمعون عندك على مشكلة لابد الواحد يجمع ما بينهم ويأخذ من أفكارهم ودعاويهم حسب العادات والتقاليد. يوم انتخت به في عدن وارسل سريعات الردود يبقى زعيم الأمتين يذود عن شرقنا وشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة اللمن والأمان وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا ويقر قرارهم. تظل اسرح الدنيا زلازل وبركان وعورة الأيام زادت وعورة وشارع دول الإسلام فوضى ونيران كل ما انتهى الثورة بدت فيها ثورة. تبسمت بنت الترف وانا وقفت وقلت ذي واسمية براقها يطرد من الليل الظلام بنت الدلع بنت الترف بنت الشرف بنت الذي كل ما وقف في مشكلة صارت معها برد وسلام. محافظة شرورة من مشاريع تنموية وتطوير ووصل بها إلى أن تكون من أكبر محافظات منطقة نجران. نقول له مثل ما قال الشاعر ما هو غريب الطيب من منبع الطيب وشلون نستغرب من الغيبة همطار. فينا نقدم الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الأمن والأمان الليلة مجتمعين في هذه الخيمة وإحنا في أمن وأمان ورجال وعسكر الوطن على الحدود الجنوبية. نحن في الجزيرة العربية نعتبر قبيلة واحدة
الحمد لله. شيخنا وملكنا وتاج روسنا الملك سلمان الله يحفظه. ننعم بهذا الأمن فضل الله ثم فضل حكومتنا على رأسها خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان. فأنتوا أهل الفضل بعد الله سبحانه، ولولا غامات الرجال هؤلاء وشهامتهم وثقلهم في المنطقة ما نجح البرنامج. مرحبا يا بنت وشرورة يا رجال الكرم والحمية، عدلي بلا ورغبة ولقابلية للمراجل نواه للمعارف.